السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. اليوم هو أول يوم من أيام شوال بإذن الله تعالى، وقد صليت العيد والحمد لله والشكر لله، وهذا الشيخ يفطر بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إنها المخدرات، هذا البن أصيل، ولا هيبقى لك ذكرى لا انت ولا عيالك ولا أحفادك. يهبل يا ابن الهبل. هكا هذه شعائر الله، ويستحيل التلاعب بها بطبيعة الحال. صيام يوم العيد هو محرم شرعا بطبيعة الحال، لابد من صلاة العيد قبل صلاة الظهر حتى لا تكون قضاء وقد اختلف في قضائها. الأصل تخرج قبل صلاة العيد، ولكن المسألة صار فيها ترجريج، خرج حتى تو ربي يتقبل. على كل حال، هي الأصل بعد صلاة العيد تصبح صدقة من الصدقات، ولكن إذا باغتك الأمر وانت تفاجأت به كما الحالات الطارئة خرجوا، نسأل الله أن يتقبل منك، لأنك ماكش متسبب وتعذر عليك الفهم أنه اليوم عيد لأول مرة. أنا البلع أعلنت، قلت راه اليوم المتمم الثلاثين المتمم رمضان، اليوم 30 رمضان المتمم شهر رمضان، وغدا نعيد. ولكن في آخر وقت تعرفوا الجزائر يذن بعدنا، المغرب بعدنا، موريتانيا بعدنا. ثبت في موريتانيا وثبت في السودان وفي النيجر وفي مالي وفي السنغال وفي ساحل العاج وكثير من الدول الإفريقية خاصة. لكن بعض الناس يستهزئ بهذه الدول ويعتمد على مركز الفلك الدولي كأنه نبي من الأنبياء. يا متخلف يا ابن المتخلف، ده هي تلعن اليوم الأسود اللي شفناك. اليوم عيد، افطر على روحك، يحرم صيام يوم العيد، صلي العيد على روحك ركعتين. الركعة الأولى فيها ستة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، تقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، من السنة يعني، ولكن لو اكتفيت بالفاتحة وقرأت أي سورة أخرى لا بأس، لكن الأصل أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام بعد ستة تكبيرات، ثم مثال تحسب حتى بصويبك مش مشكل، ثم تقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، تركع ترفع تسجد مرتين، تعاود تقوم للركعة الثانية، تعمل تكبيرة القيام هذيك للركعة الثانية، وتزيدها خمسة أخرين واحسب بصويبك مش مشكل، المهم مركز. وقرأ الفاتحة ومعها والشمس وضحاها، ثم تركع ترفع تسجد سجدتين تشهد وتسلم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. لابد أن نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى جميع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وبصفة خاصة وبصفة خاصة المظلومين من المسلمين في العالم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا الشيخ يفطر أمام العالم بأسره، أحب من حب وكره من كره. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.